بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والثناء لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد والعن عدوهم. قال سبحانه وتعالى فيما قصه من خبر داود عليه السلام و قتاله لجالوت قوله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العلي العظيم. من الآداب العامة للقتال في الإسلام وعند سيد الشهداء الحسين عليه السلام هو استخدام العمليات النوعية الخاصة إرباكا للعدو وإضعافا لقوته وتوهينا لعزمه وتمهيدا للانتصار عليه. ومن هذه العمليات النوعية ذكر الله سبحانه وتعالى قتل داود لجالوت في الواقعة التي حصلت بين طالوت وجالوت كما ذكرها القرآن الكريم. قتل داود عليه السلام، النبي داود عليه السلام لجالوت كان قبل التحام الجيشين، وكان ضمن عملية خاصة نوعية استهدفت قائد القوات العامة لجيش الكافرين الذي هو يتزعمه أي جالوت. وهذه الحادثة مذكورة بالتفصيل في محلها كما نجدها أيضا في كتب شروح التوراة عند اليهود وشروح عموم المسلمين في هذه الواقعة، مع وجود ملاحظات في الزيادة والنقيصة في نقلة الخبر، إلا أن الله سبحانه وتعالى بصريح الآية الكريمة بين أن قتل جالوت كان بمفرد داود، لم يشاركه في ذلك أحد، كما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عمرو بن عبد ود العامري حينما اجتاز الخندق وكان يعد بألف فارس، ف أحجم المسلمون عن قتاله وخافوا جانبه، فبرز إليه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقتله. وأيضا الحادثة معروفة وهي من العمليات النوعية التي تتقدم وتتصدر التحام الجيشين، وأحيانا يكون قبل المعركة مثل هذه العمليات النوعية، وأحيانا يكون أثناء المعركة. ووجود مثل هذه العمليات النوعية ضروري بحسبه، فتجب فيما يتوقف عليه الإخلال بصفوف العدو وإرباكه وضعضعة أركانه وإلقاء الهزيمة والرعب والخوف في قلوبهم، وتفضل على نحو الاستحباب فيما لو تحققت
معالم الهزيمة للمشركين أو الكفار، فيكون فعل مثل هذه العمليات النوعية زيادة تأكيد النصر ليتحول إلى ظفر، فإنه ليس كل نصر ظفر، إنما إذا ظفر المسلمون بالعدو يكون تمام النصر. لهذا المشركون لما وجدوا مثل هذه العملية حصلت أمامهم وأن رأسهم الجالوت الأعظم والقائد الأكبر وفارس الفرسان والشجاع المغوار والقوي الذي لا يشق له غبار قد قتله شاب يافع بالمقلاع، أي بالآلة التي يتقن بها رمي الحجر، فكسرت معنوياتهم والتحم الجيشان وهزموهم كما قال الله سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذا كان مقدمة للرقي المرتبي الدنيوي والأخروي لداود وسليمان فيما بعد عليهما السلام، وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. إذن المقصود من العمليات النوعية هو الحد من غرور العدو وعن جهيته وتكبره وغطرسته، وأن لا يتمادى في غيه وفي عدوانه واستهتاره على المؤمنين. العمليات النوعية تضعف العدو إلى درجة كبيرة، ومنها واجب ومنها مستحب، وإذا خرجت عن طبيعتها بما لا داعي له مطلقا مما يؤذي المؤمنين أو يؤذي الآمنين، فتحرم مثل هذه النوعيات من العمليات إذا كانت على نحو الغارة على الآمنين مثلا أو على من ألقى السلاح. اخترنا لكم من العمليات النوعية التي أمضاها أو استخدمها بالفعل والقول الحسين عليه السلام، اخترنا نماذج ثلاثة. الأول إرسال العباس ابن علي ابن أبي طالب في 30 فارسا وعشرين راجلا بعشرين قربة، القربة التي استعمل لنقل الماء، فجاءوا بقصد الحصول على الماء قبل يوم عاشوراء، فجاءوا حتى دنوا من الماء ليلا. ويبدو أن هذا كما ذكر في الخبر لما اشتد العطش بالحسين وعياله وصحبه، فقاموا بهذه العملية النوعية التي ينضم إلى تلك الأهداف التي ذكرناها هو الحاجة إليها، كان تحصيل هدف معين متوقف عليها كالحصول على الماء مثلا أو فتح ثغرة مثلا في صفوف العدو إلى آخره من الأمور المتعلقة بالموضوع. حتى دنوا من الماء ليلا والتحموا مع حرس الماء الذين كانوا تحت أمرة الحجاج الزبيدي، عمرو بن الحجاج الزبيدي، التحموا معهم حتى غلبوهم وملكوا الشريعة وملأوا القرب بإشراف أبي الفضل العباس عليه السلام،
عادوا ودخلوا على الحسين عليه السلام والقرب معهم مملوء ماء. ويذكر أن العباس عليه السلام أتى بالماء مرارا إلى المخيم، إلا أن كثرة العدد وشدة الحرارة وإرهاق المجهود الحربي بالنسبة للمقاتلين وما إلى ذلك بطبيعة العطش، أنه الإنسان يعطش بين ساعة وساعة، جعل النهاية مأساوية في هذا الموضوع. فقتل الحسين عليه السلام عطشانا، والمرة الأخيرة التي هم العباس عليه السلام بأن يأتي بالماء كان فيها استشهاده صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه عملية نوعية قام بها العباس عليه السلام بإذن من الحسين عليه السلام، وكان في معيته 30 فارسا و20 راجلا. النموذج الثاني هو إرسال حبيب ابن مظاهر الأسدي إلى حي من بني أسد من جهة شمال كربلاء طلبا للنصرة، إذ أن حبيب رضوان الله عليه عرض على الحسين عليه السلام أن حيا من بني أسد قريب من كربلاء، فلعله إن استنصرهم ينصرونه، فسمح له الحسين عليه السلام بذلك. وهذا الدخول، أي دخول حبيب على الحي من بني أسد من جهة كربلاء الشمالية، يعني فك الحصار، حلقة الحصار التي ضربها عمر بن سعد على الحسين عليه السلام. وهذه هي عملية نوعية غاية في الدقة والخطورة، كما سنجد أيضا في نتيجتها أنه ما نجحت ذلك النجاح الذي كان يتوقع، ولكن النجاح نحن نعلم بأن النجاح يوم عاشوراء صار في المعاني لا في الماديات. إنما اليوم الحسين وأهله وصحبه موجودون شاخصون، وأعداؤهم قد لعنهم التاريخ وذهبوا إلى حيث لا يعلم بهم أحد ولا بقبورهم. وفعلا حبيب ابن مظاهر الأسدي خرج في جوف الليل مع مجموعة من المقاتلين حتى دخلوا على الحي من بني أسد، وهذا من غرائب فك الحصار وفك الحلقة التي في بعض الأخبار ذكروا أنها كانت محكمة جدا، وشبهوها بإحاطة الحدقة بالعين، يعني مستديرة بشكل كامل. فلما دعاهم للنصرة استجاب له 90 رجلا من بني أسد وانضموا إليه ينصرون الحسين عليه السلام على ابن زياد، فأحس بهم عمر بن سعد في العودة بطبيعة الحال. فك الحصار للهروب ممكن، أما للرجوع يعني الخروج والرجوع فهذا شبه مستحيل، لأن العدو صار يعلم ووجه إليه مجموعة كبيرة جدا نافت على 400 من المقاتلين من الجيش الأموي، واشتبكوا حين الرجوع إلى الحسين عليه السلام، اشتبكوا مع العدو، وفيها استشهد عون ابن عبد الله ابن جعفر الطيار، جعفر ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أخو أمير المؤمنين و
شقيقه، وهذا عون هو ابن الحوراء زينب عليه السلام على ما ذكره بعض المحققين، ومقامه شاخص إلى اليوم على الطريق المؤدي إلى بغداد. وقد استشهد مع عون مجموعة ليس دون 9 فرسان، وفيهم استشهد أولاد زينب سلام الله عليها، المحقق منه عون، والآخرين استشهدوا أما مع عون أو مع الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، ولا زالت قبورهم شاخصة إلى اليوم. ولكن النتائج التي حصلت هو في جملة نتائج كثيرة، منها اضطراب وإرباك صفوف العدو بشكل كبير جدا، بحيث كاد أن يطيش لبه لما رأى من الخرق للحلقة والقتال الذي حصل والنصرة التي حصلت من بني أسد، وأربكوا إرباكا شديدا. والغريب في الأمر أن حبيب مع جماعة رجعوا إلى الحسين سلام الله عليه سالمين. النموذج الثالث من العمليات النوعية هو إرسال الحسين عليه السلام العباس ابن علي ابن أبي طالب وولده الأكبر علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام يوم 10 من المحرم، وأثناء القتال أرسلهما لاستنقاذ جماعة قطعهم العدو عن أصحابهم، أي أن جماعة من أصحاب الحسين عليه السلام كانوا يقاتلون فغاروا في صفوف العدو لشدة بسالتهم وشجاعتهم، فعطف عليهم العدو فمنعهم من الرجوع، وصاروا محاطين يقاتلون من كل جانب. فهنا الموقف يحتاج إلى عملية نوعية يتقدمها فارس مغوار مثل علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه والعباس عليه السلام، وفعلا تقدم هذان الفارسان بنفسيهما. وهذا من غريب القتال الذي نسمع به أو يمكن أن يراه إنسان، أن رجلين من الفرسان يقتحمون صفوف عدو نافع على 30,000 مقاتل، وفعلا تمكنوا من الوصول إلى الحلقة التي فيها أكثر من 10 من الذين قطعهم العدو عن الحسين سلام الله عليه، فاستنقذوهم وجاءوا يقاتلون ويرجعون إلى الفسطاط الذي كان فيه الحسين عليه السلام، ولكن العدو المنافق الذي يتظاهر بالإسلام جمع قوته بشكل كبير وقطعوا الطريق مرة أخرى قبل الدخول على الحسين بمسافة يسيرة، وقاتلوا بأجمعهم وقتلوا خلا الحسين خلا العباس وعلي بن الحسين صلوات الله عليهما وآلهما، رجعا سالمين إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقد جرحوا في الطريق. هذا القتال الذي صار يمكن أن نفهمه من لسان العدو، هذا نموذج من شكل القتال الذي حصل على أرقى درجات الجدية والشراسة والقوة بما لا مثيل له. هو عمر بن سعد يصف هذا القتال قبل وقوعه، قال: نقاتله قتالا أيسره أن تطيح الرؤوس وتطير الأيدي. وفعلا هو رأى وكان يعلم بذلك من قبل، وأرى
أتباعه ما حصل من العباس عليه السلام وعلي الأكبر في استنقاذ الجماعة. وكانت هذه الواقعة تحديدا النوعية من أعجب ما رأته العرب من القتال، كما في بعض المرويات والأخبار أن الناس صاروا يتحدثون بما رأوا يوم عاشوراء وما سمعوا من الحسين عليه السلام والعباس عليه السلام وعلي الأكبر وصحبهم النجباء الأشاوس الشجعان، صاروا يتحدثون به أكثر من 60 عاما، وحتى كما في بعض الأخبار نسوا ما كانوا يتحدثون به من شجاعة علي عليه السلام حينها. النتائج التي نصير إليها من بيان ضرورة العمليات النوعية هو أنه يجب فعل كل شيء جائز ومستطاع يوهن به قوة العدو، فما أمكن مما توقف عليه أمر ضروري صار واجبا كتحصيل الماء، وما أمكن أو استنقاذ المجموعة التي عزلت، وما أمكن الاكتفاء بدونه صار مستحبا، والعمليات النوعية من هذا القبيل. فإن توقف انهيار العدو وخوار معنوياته عليها صارت واجبة كما هو واضح، والمستحب منه ما يمكن الاستغناء عنه مما لا يوهن قوة المؤمنين، كصبغ الشيب ليبدو الشيخ شابا فيضعف العدو ولو قليلا. وقد خضب الإمام الحسين عليه السلام لحيته بالأسود حتى كأنها جناح غراب كما في الخبر، وذلك لتوهين العدو وإضعافه مهما أمكن. نسأل الله سبحانه وتعالى رضاه ورضا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وأن يرزقنا حسن العاقبة لنا ولكم جميعا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.